فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المؤذنين عند قوله الله أكبر يأتي بحرف الواو بدل الألف فيقول الله أكبر، فهل هذا مخل بالأذان؟ لا، هو مخل بالأذان، هذا الناس أكثرهم عوام ولا يخالف إن شاء الله. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.